يعني أنت تقول أن موقف السيارات الذي تنوي البلدية يعني ترتيبه في هذا المكان هو كان أساساً دورات مياه بنسبة كبيرة دورات مياه بالإضافة إلى الحديقة، ولكن قامت البلدية بإعادة التصميم. قامت البلدية بإنشاء الدورات في منطقة في الزاوية الجنوبية الغربية من الحديقة من المكان، واستغلت المنطقة الكبيرة التي كانت تتواجد بها الدورات المياه في الأساس سابقا، وقامت باقتطاع مساحة 500 متر مربع لإنشاء موقف للسيارات يتسع ل 35 مركبة. هذه ال 35 مركبة هي المركبات ذات الانتظار الطويل، هي أصحاب المحلات، ربما أصحاب المحلات التجارية، سكان المنطقة، الزوار الذين يرغبون بالمكوث في أماكن معينة لأكثر من ساعتين. هذه المركبات ستكون داخل هذا الموقف مدفوع الأجر؟ حتى هذه اللحظة لم يتم دراسة آلية عمل الموقف، لكن الأساس هو فكرة معالجة الازدحام المرور الموجود. في حال يعني تم إنشاء الموقف، بالإضافة إلى الخطوة السابقة التي اتخذتها البلدية بمنع الاصطفاف لمدة تزيد عن ساعتين في الشوارع في الجهتين الجنوبية والشمالية من الشارع، سيكون هناك بإذن الله معالجة للمشكلة المرورية. هذا المشروع أيضا يضمن إنشاء أيضا بوابة دخول وخروج للمركبات بمساحة 4 متر، بطول 4 متر هذا المدخل والمخرج. جميل. سيكون يعني سهل الخروج والدخول إليه، لن يشكل أي إعاقة للحركة المرورية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك قامت البلدية بإزالة فقط 7 أشجار كبيرة من المكان. هذه 7 أشجار ستقوم البلدية وقامت بالأمس بزراعة أكثر من 10 أشجار جديدة، وستقوم خلال الأيام القادمة بزيادة الأعداد بشكل كبير جدا وفق التصميم الهندسي الذي وضعته البلدية بالتعاون مع المختصين والمهندسين وأصحاب الأفكار الإبداعية. ستقوم البلدية أيضا بزيادة بإعادة أولا توزيع المقاعد الإسمنتية التي كانت موجودة في المكان نفس العدد، ستقوم بإعادة توزيعه بشكل جميل يراعي الرؤية البصرية الجمالية للمكان والمتنزه وغير ذلك. ستقوم بإضافة مقاعد إسمنتية جديدة لخدمة أكبر عدد من المواطنين أيضا. ستقوم البلدية أيضا بموائمة الموقف للأشخاص ذوي الإعاقة.